مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من اللي عم نعملهم. بيكون فيهم سؤال خطر على بالنا وانت كتبت لنا اياه في التعليقات وبنعمل عنه بحث مع بعض على اساس انه ما يكون الاشي متحيز او كانه بحث معمول من قبل. فهاي هي الفكره الاساسيه من الفيديو. اليوم بدنا نبحث بسؤال من جزئين، شو سهوله وشو صعوبه الشهره. هلا الفكره الاساسيه بالشهره، خلينا رح نقسم الفيديو لأكثر من قسم مبدئيا، اللي هو أول قسم رح يكون هل صعب تكون مشهور. السؤال الثاني، كيف أنت ممكن تضلك مشهور أو تبقي على شهرتك. السؤال الثالث، هل الشهرة إشي جيد أو سيء. والسؤال الرابع، إنه في كتير مشاهير إحنا عم نشوفهم، خلينا نقول يعني كرهانين الشهرة، فشو السبب اللي بيوصلهم لهاي المرحلة أو إنه بيكونوا ممتعضين منها. هلا بالنسبة خلينا نقول السؤال الأول اللي هو قديش صعب إنك تكون مشهور. هلا الشهرة تقسم إلى نوعين بالأساس. في عندك الشهرة اللي هي زي ما بيحكوها هي 15 دقيقة من الشهرة أو 15 minutes of fame، اللي هي خلينا نحكي أنت مثلا بتكون على التيك توك على سبيل المثال، بتعمل فيديو بيطلع فايرال، الناس بتحبك في لحظتها او بتحب الفيديو تبعك، ما بتحبك انت كشخص، عرفت كيف؟ فهاي المشكلة الاساسية اللي بواجهوها بعض الناس، انه بيعمل فيديو بيروح فايرال، مش شرط انه تيك توك، ممكن يكون على اليوتيوب شورت، ممكن يكون على الانستغرام ريلز، ففي عندك كثير منصات بغض النظر. الفكرة الاساسية او حتى ممكن طلع على التلفزيون جاوب مذيعة او مذيع بإشي جواب مثلا فيه سخرية، فالناس انبسطت عليه وبلش يكمل على اساس اعتبر حاله مشهور. فهدول الاشي الاساسي فيهم الناس هلا يعني لا يعتبروا مشهورين الا اذا خلينا نحكي بنوا عليها. يعني مثلا واحد عمل زي ما حكينا فيديو كوميدي على سبيل المثال وطلع فايرال، اذا كمل بالكوميديا ليش؟ لانه هلا انت خلينا نحكي فايرال، يعني انت بتحكي وصل مليون مشاهدة واكثر، مليون مشاهدة. هل مش رح يكون بالراحة تقريبا في عندك لو 1% بدهم يعملوا له فولو او متابعة على بحسب المنصة، في عندك انت 1% يعني 10,000 بني ادم متقبلين فكرة انهم يشوفوا الشخص، متقبلين انهم يشوفوا اشي تاني منه، عمل تاني منه. فالاشي الاساسي هلا اذا هو بيكمل بيبني على شهرته، بيعمل كمان فيديو كمان فيديو، بصير شوي 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 فايرل، هدول بتحولوا لمشاهير، يعني خلينا نحكي او ممكن تحولوا لانفلونسرز او سوشيال ميديا انفلونسرز بشكل اساسي. طبعا متى ببين الاشي اللقطة الاساسية؟ لما يروحوا على اللايف ويبلشوا يحكوا مع المتابعين تبعونهم باشياء غير الفيديوهات، على اساس الناس طبعا لازم، ما هي انه انت حبيته تابعته بدك تشوف شو شخصيته الحقيقية بعيدا عن الاعمال الكوميدية او الدرامية اللي هو بيعمل. هلا اذا تحول لمشهور فعلي، ساعتها بيكون وصل المرحلة اللي فيه بصير عنده ملايين المتابعين، بيصير عنده موضوع الناس بتشوفه بالشارع بتسلم عليه، في ممكن يصير له شوية مقابلات، بس ممكن يعني بده يشد همته كثير كمان ليوصل مرحلة انه اتصفي، ممكن يكون له شوية أدوار بمسلسلات أو على دور مثلا كومبارس في موفي أو فيلم. هلا هاي اللقطة اللي هو انتقل لمرحلة شخص مشهور فعلا، خاصة إذا صار يعمل دعايات، الشركات صارت تختاره لدعايات عالمية. هلا في فرق بين إنه أنت يعني شوفنا كثير ناس يعني أغلب التعليقات على فيديوهاتها بتكون خلينا نحكي على سبيل المثال يعني تعليقات سلبية أو تهكمية أكثر على الشخص من إنه فعليا محبة. فالفكرة الأساسية إنه هذول مشهورين ممكن محليا، مش مشهورين عالميا بالضبط. فهذول لا يعتبروا مثل مشهورين السينما والتلفزيون وال خلينا نقول كمان الرياضة بشكل عام. هلا النوع الثاني من المشاهير اللي هو هلا حكيناه، اللي هم المغنيين، اللي هم الممثلين، اللي هم المذيعين، السياسيين كمان، رياضيين، حتى في عندك هلا صار الاغنياء هم مشاهير.
هلا الأغنياء بشكل عام يعني تتضمن شهرتهم، بقائهم في الثراء اللي هم على قوائم مثلا فوربس، قوائم أغنى رجال العالم، أغنى 10، أغنى كذا، أو بالأعمال الخيرية اللي هم بيعملوها كجزء من تحسين صورتهم، على أساس الناس دائما بتروح على لقطة إنه من أين لك هذا والشغلات هاي وكيف مصاري وكذا، فهو بيحاول يحسن صورته الإعلامية، خاصة إذا هو حاب يفوت بعالم السياسة. السياسيين طبعا مشاهير لسبب مهم، إنه خلينا نقول هلا في شغلة لاحظتها أنا، الجيل الأكبر بالعمر هم اللي بيعرفوا المشاهير السياسيين، الجيل الأصغر فعليا ما بيعرف مين الحكام أو صورهم أو حتى أسميهم، حتى بدولنا العربية هاي هي المشكلة الأساسية. يعني أنت امسك واحد من أي من جيل صغير احكي له عدد لي أسماء على سبيل المثال 10 حكام عرب، ما بيعرف. احكي له مثلا في دولته اللي هو فيها عدد لي 5 وزراء، برضو ما راح يعرفهم. مين مثلا مين شخصيات عسكرية، شخصيات كذا، شخصيات تاريخية حتى في بلده، بتلاقيه مش كتير عنده الاهتمام انه يعرف. فهاي بتكون اكثر الناس الاكبر، هاي هي الاشي الاساسي. كمان في عندك نوع تاني من اللي هم مثلا الممثلين خلينا نقول مسيرتهم ترتبط بشهرتهم والعكس صحيح. فيعني اذا ظل يطلع كتير على التلفزيون او على الشاشة بشكل عام راح يكون مشهور، بس قديه ممكن هو يكمل شهرته بعد انتهاء مسيرته او بعد الاعتزال او التقاعد؟ يعني كثير نادر انت ما تشوف انه لسه في الاضواء تسلط على احد المشاهير اللي كان مثلا في يوم من الايام ممثل وانقطع، طبعا بطل، لا مقدم، ما طلع مقدم برامج او كذا او له لقاءات، خلص انه الناس لسه لا بتعرفه وبتسلم عليه مثلا بعد انقطاع مسيرته خلينا نقول ب5 سنين او ب10 سنين. نادرين جدا الناس اللي بيكونوا على هاي الفئة. المغنيين اكثر شهرتهم تدوم بعد انتهاء مسيرتهم. يعني احنا عندنا مثلا اوكي على سبيل المثال ام كلثوم وعبد الحليم حافظ لهم متوفيين سنوات طويلة جدا. اعطيني حدا من الجيل حتى الجديد ما بيعرف ام كلثوم او عبد الحليم حافظ، او ما سمع لهم اغاني، او ما بحب لهم على الاقل اغنية، بتلاقي الموضوع كثير صعب انك تلاقيه. على نقيض الممثلين، هلأ أعطي واحد من أي جيل بصراحة مسلسل إن عمل قبل 10-15-20 سنة ما رح يضره، هذا الطبيعي. هلأ أوكي إنه في فرق عندك اللي هي جودة الصورة والكواليتي تبعت المسلسل، يعني أنت لما هلأ قاعد تحضر أنت على ألترا اتش دي ولا 4K ويجي يودوك على مسلسل 360 أو إنه لو كواليتي باعتبار أو يعني الفريمز بير سكند كثير قليل، نفسك انت راح تكون متضايق، عينك مش راح تكون مرتاحة نفس الارتياح اللي انت لما تحضر مسلسل، بغض النظر شو ما كانت قصته، شو ما كانت حبكته، شو مين ما كان ممثل فيه، بس بتلاقي شوي في نفسك راح تتضايق شوي انك تتابع وتكمل المسلسل بشكل عام. هلا الرياضيين قصتهم غير بشكل او باخر. ليش؟ لانه هلا الرياضيين مسيرتهم صارت حاليا اطول باختيارهم طبعا، اللي هي زمان كان لاعب كره القدم بيعتزل بالثلاثينات وخلص خلصت فكت هاي هي مسيرته. لا هلا عم بيصيروا مع التطور في عندك بياخذوا جمهورهم مثلا اللي كانوا يتابعوهم ويحبوهم على منصات السوشيال ميديا المختلفه، فبتضل مشهور هاي. غير طبعا اذا كان تحول لمحلل، تحول لمذيع رياضي ببرنامج، يتحول لمدرب، خاصة لما يكون عندك مدرب أندية مش مدرب منتخبات، لأن مدربي المنتخبات مش دائما بنشوفهم غير بالمحافل الرياضية الكبرى. في كمان عندك برضو حتى بالرياضات الثانية، سواء كانت الرياضات الجماعية بشكل عام ككرة قدم، كرة سلة، حتى خلينا نحكي الرياضات الفردية زي عندك مثلا مايك تايسون، هلا الكل بيعرفه برضه مع انه مسيرته انتهت كثير زمان، بس الكل بعده بيعرف مين مايك تايسون. بيطلع بافلام، بيطلع مقابلات. هلا ليش انا حكيت باختيارهم؟ لانه هلا من الجيل القديم كم حدا ملاكم مثلا على سبيل المثال لساته
مشهور او لساته معروف بشكل كبير زي مايك تايسون. يعني مثلا هلا انت بتشوف خلينا نحكي المصارعة الحرة، مصارعين بتعرفهم لانه اغلبهم اصلا بينتقل ل خلينا نقول التمثيل بالافلام او تمثيل برامج التحديات والشغلات الاشياء اللي بدها قدرة بدنية عالية، بس بضلوا مشهورين. هاي هي الفرق بينهم. في عندك كمان اللي هم خلينا نحكي الام ام اي، رياضات الميكس مارشال ارتس، بيضلوا لانه اغلبهم بيروحوا على التدريب او على التحليل بشكل رئيسي، فبيضلوا في عندهم جزء من الشهرة، خاصة انه بيحاولوا هم دائما يكونوا لسه على يعني يحافظوا على شكلهم ولائقتهم وجسمهم. فبتقل لما تلاقي عنده متابعين كثير على السوشيال ميديا، بضلوا يشوفوا مثلا الدايت الروتين، خاصة انه كثير منهم كمان بيعطيك اللي هو بيطلع فيديوهات لايف على اساس يجاوبوا اسئلة الناس، انه كيف ابلش مسيرة بالرياضة هاي، كيف ايش اعمل ايش ما اعمل، ايش انصبت ما انصبت، دايت، الشغلات الديلي روتين اللي كانوا يتبعون الرياضيين، لانه الرياضيين شوي اكثر يعتبروا قدوة اكثر من المشاهير الثانيين. يعني السياسيين مش كتير ناس بتشوفهم انه قدوة لهم. نفس الاشي بيروح على الاثرياء، هلا يعتبروا قدوة، بس المشكلة انه احنا هلا بجيلنا الحالي او بالزمن الحالي على السوشيال ميديا، اذا بتشوف واحد عم بيحكي عن مثلا ملياردير هو وعم بيحكي لك عن اسرار الثراء او اعمل هذا الاشي بتصير ثري، عادات وشغلات هو اتبعها خلال يومه، عادات صحية اتبعها، المشكلة انه كل التعليقات بتكون انه لا انت غني وسهل كانت حياتك وانت حياتك مش زينا والحكي هذا اللي احنا عارفينه كل يوم. فهاي هي الاشي الاساسي بالنسبة للمشاهير اللي ممكن شهرتهم تطول، وهم مش ناس بس طلعوا يعني ما انشهروا بسبب اشي طلع فايرال، لا هم انشهروا بسبب مسيرة طويلة في الاشي اللي هم عم بيعملوه، ومر واغلب الوقت بيكون في تفوق، لانه انت مثلا بتحب ممثل مش راح تتبع اي ممثل او اي اي حدا دوره ثانوي، لا بدك تشوف البطل، ممكن شفته بثلاث اربع افلام بطل، مسلسلين كذا شفته باكثر من مرة، هدول هم اللي عليهم العين وهدول هم اللي بتقدر تحكي فعليا مشهورين. يعني دائما بحكي لك اذا انت مضطر تحكي الدور اللي عمله الممثل هو مش مشهور فعلا، يعني عشان تذكر فيه الناس. هاي هي الشيء الاساسي. يعني مثلا هلا لما تحكي انت على سبيل المثال توم كروز، الكل بيعرفه بدون ما تحكي له ايش بيمثل او ايش بيعمل او ايش كذا، سواء بالاسم او بالشكل. على سبيل المثال ويل سميث نفس الشيء. في ناس كثير لا مش هيك، بدك تحكي له مثلا خلينا نحكي ممثل سين من مسلسل كذا او من فيلم كذا او بدور كذا. هاي هي الاشي الاساسي اللي ساعتها الناس تتذكر والله شفته حضرته كذا، بحب الممثل هذا، بحب الممثل هذا. فهاي هي الفكرة الاساسية. هلا في عندك هلا قديه صعب يضلوا مشهورين. هلا يعتمد موضوع الشهرة في كل حالاتهم، يعتمد على مثلا السياسيين كونوا مسيرتهم ممكن تستمر يعني لأعوام طويلة جدا. المشاهير السياسيين خلينا نحكي سهل يكونوا يضلوا مشاهير باستثناء إذا حسب محبة الناس. يعني هلا مثلا أنت بتيجي على حتى الرؤساء، طول ما هو شغال بالسياسة أو عنده لقاءات سهل يضلوا بالشهرة. الممثلين طول ما هو بيعمل أعمال سهل يضل بالشهرة. المغنيين أصعب شوي لأنه هو أكتر مجال حاليا في ناس جديدة أو وجوه جديدة عم تدخل. يعني أغلب السياسيين هم تقريبا نفسهم. الممثلين بتغيروا بس بشكل أقل من المغنيين، خاصة أنه المغنيين كمان ننسى شغلة مهمة، أنه غير الوجوه الجديدة اللي بتطلع دائما، في عندك الألوان الجديدة من الغناء اللي بتطلع، بيكون مثلا ممكن انت يعني خلينا نحكي بالعالم الغربي اكثر من العربي، مثلا مغنيين الروك الميتال الشغلات اللي زي هيك اقل من قبل، لانه صار في عندك الالكتريك والهاوس ميوزك والشغلات اللي هيك اللي بتنلعب بحفلات اكثر، خلينا نحكي فيها بيت اعلى، فيها ريذم اعلى،
فالناس عم بتروح عليها اكثر من الروك اللي بيعتمد على الالحان بدقة، الشعر تبع الكلمات، يعني الناس مش كثير هاي. فعندك الالوان بتتغير كثير، او اهتمام الناس بالالوان بتغير كثير. عندك كمان الوجوه، انت كل يعني اذا بدك تتبع على المغنيين اللي بيطلعوا كل يوم في العالم انت مستحيل تلحق لو شو ما كنت، لانه كل يوم بيطلع لك فنان جديد باغنية جديدة، ممكن تضرب ترند بيصيروا المغنيين يقلدوها. فيعني هي حلقة مفرغة لا تنتهي. الرياضيين لا، زي ما حكينا سهل موضوعهم. الرياضيين حتى بتحس اصلا اصعب انه يبتعدوا عن الشهرة، يعني انت دائما بتشوف ناس خاصة بالعالم الغربي اكثر من العالم العربي. يعني عندنا بالعالم العربي كبيره انه يسلم عليه بالشارع ياخذ صورة معه بس، اما برا لا، بيكونوا الباباراتزي خاصة بيكونوا كثير بتدخلوا بحياة المشهور. خلينا نحكي يعني بكافة تفاصيله، بحبوا يعرفوا عنه كل شيء زي كأنه في تحقيق عم بيصير حواليه، ف شوي بتضايقوا أكثر من الفنانين العرب. لأنه فعليا لما تحكي عن مشهور مو في عنده مثلا، خلينا نحكي قصة معينة صارت في حياته، هلأ حاليا مثلا في صراع، في فضيحة، في كذا، بتلاقي وين ما يروح وين ما يتحرك، كل لقطة بلقطتها، بكل حركة، كل تعبير جسد، يعني الناس بتحلله إياها. الصحافة شوي عندهم أكثر من عنا من ناحية إنه خلينا نحكي التدخل أو كسر الخطوط الخصوصية، خلينا نقول. فهاي الشغلة الأساسية. هلا في عندك كمان شغلة ثانية من ناحية إنه في مشاهير بيستصعبوا انه يضلهم بالشهرة لسبب معين، اللي هو انه دائما في بالنسبة للمشاهير، خلينا نقول دائما في عندك التوقعات بتكون عالية عليه. يعني خلينا نحكي هلا اذا انت كشخص عادي طبيعي ادليت باي تصريح او مثلا عملت اي اشي غلط، الناس تتقبل كونك انت مش قدوة لحدا، هاي هي الاشي الاساسي. اما لما يكون عنده متابعين وعنده ناس بترد عليه وناس يعني بيعتبريته قدوة، اي حركة غلط او تصرف غلط او ما بيعجبهم حتى، بغض النظر انه ممكن يكون فيه له اسباب معينة عند الفنان، بس الناس ما بتتقبله وبتكرهه، بتصير يعني بروح العلاقة بتروح دغري من حب لكره. هاي انا عم بشوف هلا هون 11 سبب عشان ما تكون مشهور. اوكي خلينا نفتح. اوكي تمام، عم بيحكي لك هو يا الزلمه، بدي اشوف انا اذا في بشوف اذا معددهم اول اشي بعديها ولا هي قصة حياته عم بتصفي لها الشخص. اوكي طيب، بحكي لك احد الاسباب اللي الناس فيها تنضغط من الشهرة، اللي هم اول اشي الستوكرز او المترصدين، اللي بيكونوا هدول المعجبين اللي بيكونوا مهووسين كثير بالمشاهير. مرات توصل فيهم لدرجة يعني الهوس، لدرجة انه يلحقوا او يتبعوا او يصير رايح وراه بكل لقطات حياته، ممكن يروح له على البيت. يعني في لقطات بتكون خطر او مخيفة للفنانين، يعني مش اي حدا بتقبل انه مثلا يكون في، او هو مش منطقي انه يكون في حدا لاحقك بكل خطوات حياتك، عم بيشوف انت وين بتروح وين تيجي. هاي الشغلات مأساوية. بيحكي لك كمان ممكن يتعرضوا لتهديدات، خاصة انه رأيهم مسموع ممكن يأثر او يعني يزعل، خلينا نقول ناس معينين عندهم قدرات نقول اجرامية اكثر شوي، هيك يعني المصطلح اللي بتخيل مناسب. ممكن يجي لهم تهديدات، ممكن يجي لهم تهديدات لعائلتهم، لإلهم، ممكن يضايقوا أحبابهم وأصدقائهم والشغلات اللي زي هيك. ف
خاصه انه انت كمان ممكن يصير في عندك، هي بحكي لك عن محاولات ابتزاز ممكن تصير، اذا خاصه اذا خلينا نقول الشخص كان عامل اشي قبل ما يكون عمل اشي سيء، يعني زي كيف ما انت تقول ماسكين عليه ممسك او زلة، هاي الشغلة خطيرة ممكن يصير فيها ابتزاز بمصاري، وساعتها انت بدك تروح لقضايا، او اغلب المشاهير المشكلة انه بيضطروا انه يعني يعاملوا القضايا هاي بسرية تامة. فاللي هي هلا في اشي بالولايات المتحدة اسمه الهوش ماني، هو اشي قانوني انه انت بتاخذ مقابل سكوتك او صمتك، بتبوها كثير المشاهير على اساس انه يعني داروا على الاشياء اللي كانوا يعملوها، خاصة اذا كانت اشياء ممكن تنهي مسيرتهم اذا طلعت للعلن. فهاي الشغلة الاساسية. فهاي في كمان عندك four phases of accepting fame اللي هي الاربع مراحل من تقبل الشهرة. تمام، خلينا ننزل. طيب اوكي، عم بحكي لك اوكي المراحل هم تقبل اوكي انه هيك عم بحكي لك الاربع مراحل ليش المشاهير بتعلموا او كيف المشاهير بتعلموا يتقبلوا بعدين يندموا بعدين او يتقبلوا بعدين يندموا على شهرته. حلو اوكي، بحكي لك هي الصحافة بشكل عام او الميديا بشكل عام ما بتعامل ان المشاهير اللي بيتدمروا من شهرتهم بشكل لطيف. طيب هلا خلينا احنا نفوت على اشي اهم من هذا الحكي كثير. اوكي هلا في بحكي لك اول اشي في عندك اللقطة الاولى اللي بتصير عندهم الناس اللي بنشهروا. اول اشي بقول لك في عندهم لقطة ايجو ستروكينج اللي هي في عندك بيصير في عنده غرور فجأة انه هو صار مشهور وصارت الناس تعرفه، فهذا الشغلة بتصفي عندهم موضوع يعني في عندهم خلينا نقول شعور بالفخر بالاعتزاز بالكبر على الناس انه هو صار مشهور والناس بتعرفه، والناس خاصة اذا عمل عمل حلو والناس بتحكي له انه انت انجزت ابدعت كذا عملك والله شفناك بهذا المسلسل او هذا الفيلم وابدعت فيه. في ناس بتصفي عندهم غرور. هلا اوكي بحكي لك المرحلة الثانية هي ادمان الشهرة. ادمان الشهرة اللي هو كيف بتصفي عنده، مثلا فات على غرفة او فات على حفلة او فات على يعني في مكان فيه ناس، في منهم بتحسهم صاروا تضايقوا انه والله كيف ما حدا عارف، يعني ممكن يكون هو ما وصل لمرحلة الشهرة اللي خلينا نقول يعني انه اي حدا يعرفه، يعني بس متابعينه اللي بيعرفوه او اكم من حدا السوشيال ميديا، مش كافة الاجيال كافة من هم في الغرفة بيعرفوه. هاي الاشي بيصير في عنده ادمان انه لا طب هدول لازم يعرفوني، هدول لازم كذا، لازم يعملوا هيك، لازم يقدروني على اني انا مشهور، لازم يعاملوني كأني مشهور. في مرة شفت انا فيديو عن مشهور بيكون عنده يعني بتعامل بعنف واسلوب سيء جدا مع مطعم ما قبل يعطيه الوجبة ببلاش لانه هو مشهور، يعني هو فعليا المطعم ما كان يعرفوه. ف توصل مرحلة انه كأنه الانسان اللي قدامه اذا ما عرفه هو الغلطان، يعني انت كيف ما بتعرفني وانا واصل هاي المرحلة. هيك بتصفي عندهم انه بعقلهم الجمل الغريبة هاي. طبعا من كمية الغرور اللي صابهم اول من شهروا هدول المشكلة الاساسية هي بيوصل لك على المرحلة الثالثة خلينا نقول في عندك اللي هي الاكسبتنس او قبول. هلا تتقبل انك انت مشهور، هلا خاصة هدول لما تكبر اكثر شوي او طول شهرتك اكثر شوي القبول مرحلتها انه عادي انت راح تكون بالشارع، راح الناس تسلم عليك، تطلب منك صور، تطلب منك توقيع، تطلب منك ترين فيديو كول على حدا وانت معهم على اساس يفرجوهم انهم شافوك.
هاي الشغلات بدك تتقبلها، بدك تتقبل انه ممكن يكون في صحافة عند بيتك، صح؟ اي عمل ممكن تعمله انت في الخارج، انت شوي عليك عين او ضوء او مراقب بشكل من الناس ومن الصحافة، من الناس كقدوة انه شوف كيف هذا الفنان عمل او المشهور عمل، من الصحافة ممكن اذا كانت صحافة صفراء تمسك عليك زلة او اشي انت عملته. المشكلة انه يعني حتى سقوط فنان على سبيل المثال على خشبة مسرح هو عبارة عن مادة دسمة للإعلام العربي والغربي على حد سواء طبعا. فمو يعني الكل بدور لك على أي غلطة، على أي إشي، على مستوى لبسك، على مستوى شكلك، على يعني الشغلات اللي ما حد بيهتم فيها عند الناس العاديين، لا أنت بتصير محط اهتمام للكل بكل إشي أنت بتعمله. هلا بحكي لك المرحلة كمان، في عندك الادابتيشن. الادابتيشن هو التأقلم، اللي هو التأقلم اللي هو انك انت تعرف قديش هيو عم بحكي لك. ها once you're famous you're a participant said you don't make eye contact or you keep walking and just don't hear people calling your name. اوكي. هلا التأقلم هون على حسب هذا الموقع هو جاي بمعنى انه مش شرط انت خلص يعني انت متعود ان الناس تنادي عليك، متعود انه خلينا نحكي بدك تتجاهل اكثر من موضوع التقبل حتى، يعني خلص انت تكمل حياتك الطبيعية بغض النظر عن شهرتك، بدك تحاول تكمل امورك بشكل كأنه يعني ما في حدا ما في حدا يعني كأنه ما حدا معبر، عارف هيك بكل بساطة. خلص كمل انت، اوكي الناس تصورت معك كمل. خاصة هدول هاي شوف بصراحة اكثر المشاهير كثير يعني زيادة عن اللزوم، اللي هو مثلا على سبيل المثال كريستيانو رونالدو مرق بشارع راح الكل بده يصير يتصور معه، لو كان بالشارع فيه 1000 2000 5000 شخص الكل بده يتصور معه، او ميسي مثلا بهاي اللقطة ما راح يتصور مع 5000، خلص بده يكمل مسيرته ومشيته او بسيارته خلص ويكمل، مع انه تجاهل وممكن يزعلوا الناس شوي، بس بهاي المرحلة من الشهرة الناس تتقبل انه انت ما راح تصور مع الكل، فمش كتير راح تزعل الجماهير منك بهاي الحالة. في عندك هون مرحلة بفتوها بعض المشاهير اللي هي loss of self، اللي هي خسارة الذات. هلا في كتير ناس انت شفتهم خلينا نقول كان اشي اول ما انشهر بعدين صار اشي ثاني مختلف كليا عن الشخص اللي كان عليه. هلا بالعالم العربي والعالم الغربي على حد سواء بتشوفه فعليا انت يعني اذا مثلا انت كنت من الناس المتابعين الاوائل، خلينا نقول انت كنت سبب في شهرته لما تابعته في البدايات بتاعته، بلشت تحس انه شخصيته تغيرت، حكيه تغير، طريقته تغيرت، كل اشي من عنده تغير، يعني كأنه صار شخص وهمي وليس حقيقي، او يعني اللي هو اللي احنا بنسميهم اللي هم الناس الفيك او المزيفين على سبيل المثال. هدول خلص بتكون هو اخذ لقطة المشهور في حاله وكمل عليها وبنى عليها، نسي مين كان، نسي أصله، نسي فصله، نسي يعني روحه كلها بتحسها مرة خلص تغيرت، ممكن تكون للأحسن ممكن تكون للأسوأ، بس الفكرة الأساسية أنه في ناس فعليا خلص بروح يعني بيختفي من اللي أنت كنت تعرف، يعني أنت كصديقه مثلا على اعتبار أنك أنت كنت أحد أصدقاء المشاهير، في ناس بتحسهم لا خلص مش هذا الشخص اللي نعرفه، مش يعني قعدته غير، حكيه غير، كل شيء غير، بيحيط نفسه بأشخاص غير، عم بيلاحق الأضواء والشهرة والترند وهاي الشغلات، فبتحس إنه بطل هو الحد اللي أنت أو يعني الشخص اللي أنت تعرفت عليه أو صرت صحبة معه لسبب شخصيته، هاي الشخصية راحت، فأغلب المشكلة إنه بتصير فيه يعني ما في داعي، علاقات كتير بتنقطع من وراء هاي الشغلة. في عندك كمان اللي هي المستراست، مستراست اللي هي فقدان الثقة باعتبار، يعني ببساطة من اسمها فقدان الثقة انه بيكون يعني اصحابه اللي كانوا مثلا على العكس من النقطة اللي حكيناها قبل شوي،
اصحابه اللي كانوا يعرفوه من قبل ما يكون مشهور من هم صغير، اصحاب طفولي مثلا، انا ما بثق فيهم، هم مصاحبيني لسبب شهرتي او لسبب مالي او لا عشان يطلعوا معي وينشهروا هم. هلا هاي المشكلة انه طب ما هم كانوا صحابي يعني، ففي عندهم مشاكل بالثقة بتصفي بطريقة غريبة، خاصة انه يعني انت لازم تعرف مين تثق ومين لا، هاي هي الاشي الاساسي. في مرات عندك بتصير كمان مشكلة الثقة مع افراد العيلة نفسها، طب ما هم اهلك يعني كانوا معك طول مسيرتك، طول من وانت صغير لحد ما كبرت، كيف انت فجأة هلأ قررت انه هم بدهم اياك مصلحة او هم يعني بتعاملوا معك كمصلحة؟ خاصة انه في كثير مشاهير كمان بتلاقيه يعني قاطع امه وابوه، مش بس مثلا اخوانه او قرايبه او كذا، لا بتلاقيه قاطع امه وابوه انه بيعتمدوا علي. طب ما انت اعتمدت عليهم من صغير، وين المشكلة يعتمدوا عليك مثلا؟ لانهم يعني هم الاهل، انا بصراحة بالنسبة لي هم الناس اللي فعليا بيفرحوا لك بدون اي شروط، يعني هو الحب الغير مشروط. فما بتعرف كيف ببلشوا يفكروا بعض المشاهير انه اهلي معي او بيحكوا معي لانهم بدهم مصلحة مني، فهاي الاشي جدا غريب. يعني انت لو ما كنت مشهور او ما معك المصاري هاي او كذا، يعني اهلك امك وابوك خاصة ما رح يتخلوا عنك، هاي اشي المفروض انه مفروض، بس مرات ما هي بيكون عندك الناس اللي تعرف عليهم جديد بعد الشهرة بيصفوا بيأثروا عليه تأثير، لأنه هو بتصفي كأنه إذا كل معارفه مشاهير كل نقاشه بيكون يعني من النوعية ممكن يكون فيك شوي، بتصفي إنه الناس ما بتحبني، لا أنا بتحبني المصرية بتحبني، يعني ما في عنده فعليا قناعة بذاته انه والله هذا الشخص او اصحابي او كذا بحبوني، لا انا مش لاني انا ممثل، لا هم لانهم بيعرفوني من زمان. هاي الشغلات شوي بتصير اقل عند الفنانين اللي بيصفوا عندهم نقص في تقدير الذات، خلينا نقولها بشكل احسن. هاي في عندك هون كمان مرحلة بمروا فيها اللي هي demanding expectations، اللي هي في عنده خلينا نقول يعني هلا هاي وين بتصفي؟ هاي هون كاتب لك goes intense public scrutiny through character splitting. اوكي اللي هي انه مثلا بيكون في عنده شخصيتين فعليا شخصية، لا هلا هاي النوعية بتقدر تتعامل مع الصحافة والإعلام والناس أكثر من غيرها، اللي هو بيكون يعني ما يعتبر انه هو شخصيتين. في عندك شخصية البزنس او الفن او بغض النظر عن الاشي اللي هو بخليه مشهور، وفي الشخصية الاساسية اللي هو مع عائلته مع اهله مع اصحابه، بيرجع بني ادم طبيعي متواضع. في منهم كثير على فكرة فنانين زي هيك، لانه في عندك هلا انت كمشهور انت لازم تكون منيح مع الكل، يعني مثلا صار في اي مشكلة او حدا حتى استفزك بدك تكون انت الحدا الاكبر، انت الحدا الهادي اللي ما لا يستفز بسهوله، مش ممكن يعمل مشكله. ليش؟ لانه هلا اي مشكله انت بدك تعملها كمشهور الناس ما راح تشوف الحدا الثاني، راح توقف ضدك بشكل اساسي، سواء كانوا خلينا نحكي متابعين او مشجعين، فريق غريم لإلك او ممثل غريم لإلك او مغني نفس الاشي، فمتابعينه او معجبينه راح دغري يشن هجوم عليك، وبرات توصل حملات انه مثلا نشوف والله هذا مشهور كيف دخل بمشاجرة او بتلاسن مع حدا معين. وهي الموضوع لو انت مش مشهور ما كان صار لك اشي، يعني هي يعني مشكلة ومرقت هي هاي، بس بتصفي تكبر وتكبر وتكبر وبصير في عندك انه تشكيك باخلاقياتك، تشكيك بقدرتك على تمييز الصح من الغلط، تشكيك بقدرتك على انك تكون قدوة منيحة، بتوصل مرات تشكيك بصحتك العقلية انه انت كيف يعني تعمل هيك، مع انه هي اشي معرض له اي حد بالعالم، بس انت كونك مشهور لا لازم يكون في عندك ستاندرد اعلى من الناس الثانيين بتعامل مع الناس، لانه انت زي ما حكينا دائما لما يقول لك انه محبة الناس هي راس مال الفنان، وهي فعليا راس مال الفنان، لانه
بحالتهم تترجم ل دخل واموال. هاي هي الفكره الاساسيه. فهدول بالنسبه لهذا الموقع، والله بصراحه انا حبيت الموقع هذا، لطيف يعني، بحاول معطيك المراحل كلهم او المشاعر اللي بمر فيها المشاهير خلال شهرتهم، و مبسط لك كل واحدة، يعني شرح لك كل واحدة بتبسيط بسيط وجميل. هاي في عندك هون، هاي بس بدي نشوفها هيك، اللي هم 19 مشهور صرحوا قديش هم بيكرهوا انهم مشاهير. تمام، خلينا ننزل لتحت، خلينا نبلش نقرأ فيه. عندك جورج كلوني، جورج كلوني انه ما بحب، اوكي بحكي لك انه الشهرة ممكن تكون كثير خطيرة، لانه انت بتنبسط عليها، وانت المشكلة انك ما بتنبسط على الاشي المنيح فيها. اوكي بحكي لك اللي هو مبسوط انه هو بيعمل افلام بس مش مبسوط انه مشهور. روبرت باتنسون اللي هو مثل تويلايت برضه نفس الاشي، شارح هاي اللقطة وبحكي لك ما الناس ما بتقدر قد ايه انت بتكون وحيد. اوكي هو معتبر انه هو مبسوط انه الشهرة او النجاح السينمائي خلينا نقول ما وصله وهو صغير، عشان هيك هو قدر يعيش حياته قبل. يعني مش عارف صراحة انا ليش خلينا نقول التصريح هذا، هو لسه مش على شهرة فني اشهر منه بكثير. في عندك بيلي ايليش نفس الاشي، اوكي كونها اوكي هي باعتبارها كونها انشهرت وهي 13 سنة، بحكي لك راحت سنين المراهقة علي، فهاي الشغلة الأساسية. سيلينا جوميز نفس الإشي، عندك ميغان فوكس، هاريسون فورد، غريب هاريسون فورد إنه أوكي. مشكلته الأساسية مثلا هاريسون فورد هو الخصوصية، إنه ما عنده أي خصوصية وما بتقدر تاخد موعد عند دكتور او طاولة في مطعم. هاي شغلة بالنسبة له. براد بيت مثلا برضو نفس الاشي، عم بحكي اوكي انه بحكي لك انت لازم تكون يعني مجسد الشخصية كاملة بشكل اساسي. بحكي لك وهم بيعتبروها كمان انه انت ما بتدعم اعمالك اذا انت ما بتحكي عن حياتك الشخصية، وهذا الاشي بالنسبة له غريب وصادم. عندك فانيسا هادجنز، تحكي اوكي هي مشكلتها مع الناس انه بيلحقوها وبيتفرجوا عليها يعني معتبرينها مشهورة، فهي هاي مشكلتها الأساسية. زاك جليفانايكس اوكي بحكي لك انا بدي اكون ممثل بس ما بدي اكون مشهور، فهي هاي بحكي لك يعني انا بفضل اعمل شغلي واروح على اروح البيت احضر برامج او اعمل اشي بخصوصية باعتبار. جينيفر لورنس اوكي هلا في بس هون جيجي حديد، هلا جيجي حديد كموديل غريب انك تسمع هاي الجملة منها، لانه الموديل فعليا دخلها الاساسي بشكل رئيسي هو الشهرة. انت قد يعني ممكن انت يكون في عندك عقد لفيلم او عقد لمسلسل وظبطت معك وشخصيتك انت لعبها منيح ومشيت معك الامور بغض النظر عن شهرتك او متابعة الناس لإلك بشكل اساسي. يعني اي حدا مثلا على سبيل المثال مسلسل خلينا نحكي فريندز، مش كلهم على نفس الموهبة، مش كلهم على نفس الشهرة، بس على اخر سيزونات كان الكل بياخد مبالغ خيالية وخرافية
بغض النظر عن دوره او شهرته قدام الناس. يعني شهرة العمل ككل هو اللي ادى لنجاحهم او ثرائهم، بس انك تحكي لي كموديل فكرة الشهرة فهذا اشي غريب، لان الموديل شهرتها عدد متابعينها هم اللي راح يخلوا البراندات تعمل عندها دعايات واعلانات او تكون امباسادر او سفيرة لبراند معين او ماركة معينة من عطور مجوهرات ملابس بغض النظر. بس هي ايش مشكلتها بالضبط؟ خليني اعرف. خسرت كثير اصحاب لاني بكون مشغولة ل اوكي هلا هاي الشغلة برضو بصح بصراحة، يعني في عندها وجهة نظر فيها. الفكرة الاساسية بتحكي لك انه اذا انا انشغلت بيعتبروني تغيرت اذا ما رنيت عليهم، اذا انا انشغلت، بس هم لما ما رنوا علي انا المفروض اقبل الموضوع. يعني في وجهة نظر بصراحة. FKA Twigs، خليني بس اقرأ. عم بحكي لك انه الناس يعني زي كأنه الناس بتدور عليك زلة، مش بتفرح لموهبتك او نجاحك. فهي هاي الشغلة السيئة. كريستين ستيوارت برضو ممثلة تويلايت، هلا مش حقيقة ممثلين تويلايت عندهم مشكلة بالشهرة، ما حد فاهم ليش. ممكن انهم كانوا يعني صغار تقريبا بالعمر خلينا نقول، واجت عليهم الشهرة بشكل جدا عارم، ف وعندهم مشاكل هم اصلا يعني في كان اكثر من اشاعة طلعت عنهم، بس ما راح نحكيهم لانه يعني بيضلوا يعتبروا اشاعات وليس شيء مصدق. في عندك كمان شايلين ودلي. انه هي لما يحكوا مشهورة هي كأنها اشي غير عن الناس العادية. جوليا روبرتس تقول مسيرتها يعني كانت زمان كثير اقوى من هسه، فشهرتها اكيد قلت. ليدي غاغا أماندا سيفريد. اوكي دانيال راتكليف. دانيال راتكليف يعني من احد الممثلين اللي ابدع فيها بصراحة، او يعني جاء دور وابدع فيه وما فيش داعي يعمل اي عمل ثاني بعد هيك، خاصة اوكي هلا بحكي لك المشكلة انه لما الناس اللي ما بيعجبهم الدور كونه هو كان يعني انشهر كهاري بوتر وهو طفل، خلينا نقول هو بالنسبة له كان يعني زي كأنه لما تقول كسر خاطره انه لما كان طفل وشاف انتقادات، لانه هلا طبيعي اي عمل اي ممثل اي فنان بده يكون في محبين ومنتقدين، بس لما المشكلة انه لما يعاملوا الاعلام والمنتقدين يعاملوا النجم كأنه حدا كبير وهو فعليا طفل، يعني انت عم بتشيل منه براءة طفولته. كايلي جينر عم تحكي انه اوكي صار في عندها زي هوس انه او قلق خلينا نقول من انه يكون في حدا مطلع عليها اشاعة او شغلة قصة سيئة او كذا عنها بشكل رئيسي. فهاي بصراحة كان اوكي. خليني اشوف انه هلا انت كقدوة كيف بدك، هل يصلحون انهم يكونوا قدوة او لا. هلا هذا الاشي بصراحة نسبي اكثر من جواب منطقي، لانه هلا شوف الفنانين بغض النظر انه في عندهم وكلاء اعمال وشركات قانونية خلينا نحكي، او مساعدين مختصين بصورتهم العامة قدام الناس اكثر من الناس العاديين،
وبيعلموهم شو يعملوا وشو شو لازم تحكي، شو لازم تصرف، كيف لازم تعمل، كيف لازم تلبس، كيف لازم كذا. بس هم بالأخير بشر يعني قابلين للخطأ، هاي بشكل أساسي. فإن أنت تأخذهم كقدوة بشو ما عملوا، بشو ما ساووا، بشو ما يعني على الحلوة والمرة خلينا زي ما نقول، فهذا إشي يعتبر غلط من عندك مش من عند الفنان. يعني الفنان بيقدم لك حياته، أنت بتصفي، أنت حاب تأخذ الأشياء المنيحة وتترك السيئة، حاب تأخذ الأشياء المنيحة والسيئة مع بعض. هذا إشي بيرجع على الشخص. هلأ برضو في كمان دور كبير على الأهل، إنهم هم يشوفوا إيش مين الفنانين اللي بتابعوهم أطفالهم، مين الفنانين اللي متأثرين فيهم أطفالهم، ممكن يقلدوهم، ممكن كذا. لأنه في مشاهير اللي هي بيضلوا يطلع لك حياة الحفلات والبذخ والرفاهية واليعني شغلات خلينا تقول مش على أساس إنها تنافي عالمنا العربي، لا، هي شغلات حتى تنافي الصحة، ممكن تكون عادات مضرة بالصحة بالنسبة للمشهور، بس هو عم بيعملها. فمش شرط إنه أنت والله تترك أطفالك براحتهم كثير بدون ما أقل ما فيها تعملهم خلينا نحكي توجيه أو إرشاد أو تنصحهم إنه والله ممكن أنت يعني هذا ممكن يكون قدوة، هذا لا. يعني في دور على الأهل شوي أنا بحس من هاي الناحية. أما إنه لأنه الطفل خلينا نحكي غير واعي للحياة لما يكبر، يعني ممكن هو يشوف المشهور عم بيعمل شغلة معينة من إحدى العادات السيئة اللي بتأثر على الصحة يبلش فيها من هو صغير. هاي المشكلة لما يعني لما يوصل لعمر خلينا نحكي 25، ممكن يكون هو إله 10 سنين 15 سنة عم بيعمل هاي العادة السيئة، فممكن تأثر سلبا جدا عليه على حياته. في عندك كمان الشغلات اللي هي ممكن ينصابوا، ممكن تصيبهم كآبة لأنه هو ما عنده مثلا نفس المصاري اللي عنده المشهور، فممكن يصيبوا إحباط أو عقدة نقص خفيفة أو يعني أو عدم حب لأهله، إنه والله أنتم ما جبتولي ما عملتولي زي المشهور كذا أو المشهور سين أو صاد. فممكن تعمل عنده خلينا نقول كره لذاته أو لأهله، فهذا الإشي مش يعني مش صحي أبدا. فمش منطق إنه الأطفال ينتركوا بدون أي توجيه أو إرشاد أو نصح من هاي الناحية. هلأ بالنسبة خلينا نحكي الفئة الأكبر، يعني لا، هو الأحد يعني بيكون الكبير واعي إنه هاد صح هاد غلط. ممكن هلأ المشكلة هلأ كثير صار في مشاهير بيتفاخروا بالثروة تبعتهم. هلأ هاد إشي منيح ومش منيح بنفس الوقت. منيح إنه ممكن يكون لبعض الناس عبارة عن حافز، إنه والله أنا إذا بصير معي هاي المصاري بقدر هيك يكون اللايف ستايل تبعي، فهاد إشي منيح يعني بحفز الحدا إنه يشتغل حاله ويتعب أكثر يكتسب مهارات بحيث إنه يصير إنسان ناجح بغض النظر عن وجود الشهرة أو لا. يعني النجاح المادي هو بيكون بهاي الحالة بهمه، لأنه هلأ شوف النجاح المادي بيخليك تعيش أي حياة أنت بدك تعيشها بغض النظر كنت مشهور أو لا، يعني هاي هي الشغلة الأساسية. الشغلة الثانية اللي هو الوجه الثاني لهاي الفيديوهات، إنه ممكن في ناس بتصاب بإحباط إنه والله شوف أنت هدول الأشخاص وين عايشين وإحنا وين عايشين، كنوع من الإحباط أو إنه عدم ثقة بنفسه إنه بيقدر يوصل هاي المرحلة، فبيفوت بدوامة إحباط أكبر وأكبر، ممكن توصل لإكتئاب، ممكن توصل ل يعني كسر خواطر أو إحباط من الحياة كاملة، وأشياء ممكن يكون فيها أذى للواحد خاصة من ناحية صحية أو جسدية. فيعتمد على أنت شو بتشوف أو شو. هلأ طبعا المشكلة الأساسية إنه حتى الناس اللي بتصاب بإحباط هم ناس ما عاشوا تجربة المشهور. يعني في كثير المشاهير يعني إذا بتحضر أنت خلينا نقول مقابلاتهم بحكي لك إنه والله أنا عانيت. عندك خاصة اللاعبين الكرة بحكي لك أنا بحياتي تعبت وعملت وسويت وتبهدلت لو وصلت لهاي المرحلة.
بتصفي موضوع انه انت خد رحلته كامله، خد اخلاقيات العمل، خد كل شيء، بعديها ممكن انت والله اذا ما زبطت معك، طبعا هي الشغله مش مقدره للجميع خلينا نقول، بس ساعتها اذا ما زبطت معك ممكن انت تحكي اه والله انه جربت وعملت وسويت وما زبطت، بس انه انت فجاه شفته هو بعد الشهره، بعد النجاح المادي والعملي والفكري اللي هو وصل له، انه انت تقارن حالك فيه بدون ما انت بدك تعمل اشي، هاد غلط. وبصراحة هاي مش ذنب المشهور او الفنان، هو ذنبك انت شخصيا مصطفي. ف يعني زي اللي انه بده شماعة يعلق فشله عليها، هاي هي المشكلة الاساسية اللي مرات بواجهوها المشاهير، انه يعني اوكي انت غلطك انك ما مش بضبط امورك، انت تلومني عليه ليش؟ هاي هي. فبكل بساطة هدول هم الأربع شغلات اللي خلينا نقول حبينا نحكي فيهم اليوم. هلا النقطة الأساسية اللي اكتشفناها إنه يعني أغلب المشاهير بيجمعوا على شغلة واحدة اللي هي الشهرة حلوة لطيفة، بس المشكلة فيها يعني أغلبهم مشاكلهم موضوع الخصوصية، موضوع انه انت في لقطة من اللقطات توصل مرحلة من الشهرة انت بتشتاق لحياتك البسيطة، بتشتاق لحياتك اللي كانت قبل الشهرة، انك انت كنت خليني احكي مش مقيد انك تكون الحدا اللي بده اياه الناس، لانه انت كمشهور لازم تكون الحدا اللي الناس تطلع له، ممكن تكون على طبيعتك اكثر، طبيعة يعني مرتاح اكثر، على مستوى بدك تطلع رحلة، بدك تقعد بمطعم، يعني الشغلات اللي هي انت كنت تستبسطها او تعتبرها مسلمات قبل الشهرة، لانه ما كان عليك اي قيود، لا هلا الشهرة عملت لهم قيود باعتبار. فهاي هي النقطة الاساسية اللي كلهم خلينا نقول عندهم مشكلة فيها او بيجمعوا عليها. في كم من رأي شفناه احنا بموضوع يعني بصراحة الموقع اللي شفناه قبل شرح عن الاشياء اللي احنا حكيناهم، كل واحد بحسب وجهة نظره وبحسب التجربة اللي هو عاشها من الفنانين. فهذا كان كل اشي بالنسبة لليوم، بتمنى منكم انه تحطونا تعليقات على اي سؤال بتحبوا نعمل عنه بحث مع بعض، بتمنى تكتبونا تعليقات اذا عجبكم الفيديو او لا، او اي نقطة عجبتكم او لا بتحبوا تخلفونا فيها الرأي او تتفقوا معنا فيها. وطبعا اهم اشي قبل النهاية لا تنسوا اللايك على الفيديو اذا عجبكم والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.